تجيكم الانترو عند رغدة كيف؟ اصبر شوف. خربت شعري. خرب كمان مرة. في شغلة ما قلت لكم اياها واللي هي انه مش بس انا ورغدة طالعين، طالعة معنا لما صرعناها من ناجي. ايش الحماس الفاشل هذا؟ طالع معانا عمور حاطينه بالدبه. هاي مش مبين انا. اي توداي بي لبنانيز عشان اسوي له هاي التعتيق. سو رغدة جايبه لما مشان تساعده بتنسيق الثياب، فاكلنا هو مبدئين الاثنين هلا علي مجتمعين. هاي بوس. واو في عرسان هون، عرسان طلع اللي عم بيصوروا، عم بيصوروا تيك توك. انا خربت عليهم هاي اللقطه، بيعرفوا بتعرفوا يسووا له سلو موشن. اوكي جايز، سو نحن حاليا وصلنا على هلو. المهم نحن حاليا موجودين بلاند اوف ليجند. ايوه ركبونا عليها نلعب حاجه رقم خاص، اذا ربحتي بنركب فيها حاجه ورقه رح نركب. اوكي جايز، سو حاليا مي وايت المي غني فوق قاعد صوتك كثير عالي صح؟ المي بروبوز اللف والله مش عارف كله زواج وحب. وهل هيك سريع سريع الناس بالخطوبة؟ حتى مصاصة والله شايف كيف الخطوبة بتكون؟ لا بوالين لا قصص، خلص هيك خطوبة على السريع، هدوء نظافة. سو حاليا وصلنا على أول محل واللي هو عمور أنت ولا اسمه؟ السيكا وكيكا وكيكي هويوي. حنفوت عليه وحنخلي رغدة تختار اللبس، حنشوف إذا حيطلع حلو ولا لا. في ثياب شباب حلوين كثير كمان. شو عرفك انت؟ اللي صعب معك يا زمان. اوكي. واو. اول ما دخلنا على فكره مبين في اشياء كثير حلوه، بس حخلي رغد تختار على ما حكي ولا شيء، مع انه عجبني هذا اللون على فكره. شوف ما احلاه. انت بتختار شنطة الاله شو ها؟ ايه كابتن. الفيديو تبعي ما صدوا على الله السريع راحت. طبعا رح نختار شيء لغيث على الموضه، بتعرفوني انا دائما اون فليك اون موضه. اليوم عندنا ايفنت فراح اختار له هيك اوتفيت لطيفه حلوه تطلع فيها الليله. جاهز.